هالأيام بدأت تشوف السلبيات ولا تهلبة، وحتى اللي يبي يدير حل معادش عرف منين يبدأ. لكن هذا مش معناه إن نقعمزوا وما نديروا شيء. هاي فرصة جديدة وجت لعنا، حاول تشارك فيها وما تكونش حتى أنت من السلبيين. سجل لي إنك مواطن، لأن هذا حقك ولازم تدافع عليه، ولأن الوطن مسؤولية الكل، أني وإنتي وإنت في كل مكان في ليبيا. لازم نسجله باش نساهمه كلنا في بناء مستقبل لينا ولأولادنا، والتسجيل أسهل منه ما فيش. مجرد إنك تكتب رقمك الوطني مربع رقم مركز الانتخاب وتبعتهم على الرقم 15015، ولأي استفسار اتصل على الرقم 1441. هيك تكون سجلت وخدمت روحك وخدمت بلادك ليبيا. سجل الناخبين مكسب لكل الليبيين.